السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة كويزين سامبل. اليوم غنوجدو كيك بيضتين فقط، كنديروها في مول كبير، كتجي كبيرة. كنوجدوها بالخوخ او التفاح او الاجاص، فرامبواز اللي عندكم. الا كان موسم الخوخ ديروها بالخوخ كيف ما درت انا. غنوجدوها غير بالخلاط اليدوي، كتجي رائعة في المذاق. اللي كلاها عندك غادي يسولك على المقادير، فتابعوا معايا لا فيديو للاخير. وغادي نحتاجو كمكونات: كأس سكر سنيدة، سكر حبيبات، 80 غرام زبدة بحرارة المطبخ أو ندوبوها شوية. سكر فاني الفانيلا، ونخلطوهم غير بالخلاط اليدوي. غادي نحتاجو كذلك جوج بيضات ونخلطو. ودابا غادي نضيفو الدقيق، غادي نحتاجو كأس ونصف دقيق، وبالنسبة للخميرة الكيميائية بيكنج باودر أنا درت هنا 7 غرام ساشي، تقدروا ديرو غير النصف 4 غرام، ما كنكتروش الخميرة في هاد الكيك. وغادي نغربلوهم. ونخلطو. غادي نضيف جوج معالق كبار ياغورت، ياغورت طبيعي كيبقى اختياري، الا ما بغيتوش تضيفوهم ما تضيفوهمش. كيف كتلاحظوا القوام ديال الكيك كيفاش كيكون، كيكون شويه عاقد لان فيه الزبده. وغادي ناخذ مول ندهنوه بالزبده. انا هنا خديت مول فيه 30 سنتيمتر، الى عبرناه من الداخل فقط فيه 30 سنتيمتر. وغادي نديرو فيه خليط الكيك ونحاولوا نوزعوه. حاولوا نوزعوه بشكل متساوي. كتلاحظوا كنديروا غير طبقة رقيقة. وغادي ناخذوا الخوخ او اي فاكهة عندكم ونوزعوها من الفوق. حتى الوليدات لما كانوش كياكلوا لكم الفاكهه غادي ياكلوها لكم في هذا الكيك، لانه كيجي رائع في المذاق. غير جربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. وندخلوا الكيك ديالنا للفرن على حراره 180 درجه حتى كيطيب ويتحمر ونخرجوه. كيف كتلاحظوا من بعد ما طاب الكيك غادي نخليوه حتى يبرد ونزولوه من المول. غادي نزينوه بالسكر الناعم، سكر كلاصي من الفوق، ونقطعو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. كيجي رائع، كيجي هشيش ولذيذ، ووصفة اللي ناجحة 100%. جربيها وعينيك مغمضين. وهذه كانت وصفة اليوم، كنتمنى تنال اعجابكم. ولا جربتوها خليوا لي ارائكم في التعاليق، واللايك للتشجيع، وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب، ونتلاقاو مع وصفة جديدة ان شاء الله.